الفتح كتماركي البيت الاول، بزاف البيوت تزقروا لي سمحوا لي الدراري، ولكن ربعات الماتشات في نفس الوقت. دوك الدقيقه 55 امكانيه ديال الاستثمار هذه الكره من جانب نوفل زروني. زروني كيلعب الكره ديالو جنب يسرى، محاوله فرصه الاختراق دخول داخل منطقه الجزاء. نوفل اش كيعمل؟ كيحافظ على الكره ديالو. رجعت مره ثانيه لتكون من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي في اتجاه كومبوس. كينزل الكره ديالو، تحضير ممتاز، تحضير ممتاز اتجاه فاش كتلعب مزيان. في المكان